جميعنا قلقون من حال الانسداد السياسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وكلنا ندرك أنه لا بد من تحقيق تقدم نحو السلام الشامل والعادل الذي يشكل خيارا استراتيجيا لنا جميعا ونرى أهمية هذا الاجتماع لإيجاد الوسائل المناسبة لدفع جهود السلام لتقريب وجهات النظر لفتح قنوات من الاتصال في بين طرفي الصراع والعمل على وصول إلى سير تؤدي إلى حل لهذا الصراع الممتد